التحليل والقراءه ينضم الينا من رام الله السيد عصمت منصور الباحث في الشؤون الاسرائيليه. سيد عصمت تحيه لك، شكرا لتواجدك معنا على شاشه الغد. ايا كانت التسميه، نداء او بيان مشترك الذي صدر عقب طبعا الاجتماع الطارئ او الاجتماع الذي تم في مجلس الامن وهي ما سميت بالجلسه الطارئه للوضع، هذا البيان الذي صدر بتوقيع امريكي فرنسي ويدعو بالطبع إلى وقف لإطلاق النار ومدة زمنية مدتها 21 يوما خلالها يتم التنسيق والعمل على حل دبلوماسية. السؤال هنا المنطقي، إذا كانت إسرائيل لا تستجيب إلى القرارات الفعلية، هل يمكن أن تستجيب إلى دعوة أو نداء؟ صباح الخير وتحياتي لك أستاذ أيمن والمتابعات والمتابعين. يعني أولاً هذا البيان مهم، بمعنى هو يعكس إرادة دولية من دولتين كبيرتين انضمت لهذا النداء، 9 دول على الأقل حتى الآن بما فيها السعودية ودول عربية وأيضاً دول أوروبية. وهذا النداء هو يعني عملياً مطلب مبدئي، ولا يحدث مثل هذا النداء بشكل يعني عفوي أو يصدر بدون تنسيق وإطلاع الأطراف المعنية عليه. يبدو أن هناك ضوء أخضر أو نوع من التجاوب المبدئي من لبنان ودولة الاحتلال مع هذا النداء الذي شجع على إطلاقه، لأنه لا تضع الدول يعني ثقلها وسمعتها ويعني نداءها في فراغ أو على أرضية غير منسقة. لذلك نأمل أن يكون هذا فاتحة لجهد دبلوماسي، ولكن هذا النداء كما قلت أخي أيمن هو مجرد وقف إطلاق نار للتفاوض. الأمر المعقد سيكون هو التفاوض. السؤال، هل تأخذ دولة الاحتلال هذا النداء بجدية وتعتبر أنه فرصة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، أم يستخدم نتنياهو لكسب مزيد من الوقت ولإعطاء هذه لعبة الشرعية يلعبها نتنياهو؟ بمعنى أنا جربت الحل وتجاوبت ولكن هو يفشل ويكون فشل من أجل تصعيد أكبر ويذهب باتجاه حملة برية أو تصعيد أوسع. الأمر إذا كان متعلق بالنوايا لماذا لم يحمل هذا النداء أو هذا البيان تحميل المسؤولية على الطرف الذي تسبب وأحدث الجرائم والعدوان في لنقل في لبنان وما سبق من غزة بالطبع، ولكن لماذا لم يحمل ولو بصمة على تحميل المسؤولية على إسرائيل لقيامها بهذا العدوان وإحداث هذه الخسائر، بالرغم أن مجلس الأمن صدر عنه منذ أسبوع قرار يدين إسرائيل تحديدا أو يوجه لها الاتهام في جرائم الحرب بخصوص قضية البيجر؟ وبالفعل هي جريمة حرب، وجريمة حرب بشعة وغير مسبوقة واستهدفت مدنيين، يعني حتى لو كان جزء ومعظم المستهدفين من المقاتلين في حزب الله وأعضاء في حزب الله لكنهم كانوا في وضع مدني وكانوا بين عائلاتهم. المصداقية كان سيكون مصداقية أكبر لهذا البيان لو بالفعل تبنى هذا الأمر، ولكن نحن سنة تقريبا على حرب غزة وهذا العدوان ولم نرى هذه الإدانات تحديدا من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقف خلف إسرائيل، ولذا يعني واضح أنه هذه الدول لم يتطور موقفها بحيث يتحول لموقف ضاغط على إسرائيل، موقف ينطلق من بديهيات القانون الدولي وحقوق الدول والشعوب. ومع ذلك نقول أنه رغم هذا التجاهل لعدوانية إسرائيل وإدانة هذه العدوانية، ربما هذا البيان يفتح هذه النافذة ويعطي بعض الأمل، لكن أنا يعني كما قلت كي لا نفرط في التفاوض. هل نعده بيانا منقوصا غير كامل المعنى أو الدلالة، على الرغم من أنه خرج بالفعل في وقت قياسي بالمقارنة مع العدوان الذي تم مع غزة؟ إذا قارنا بين بداية العدوانين من جانب الاحتلال برغم خروجه في وقت قياسي إلى أنه كان منقوصا، هو دعنا نقول أنه غير يعني لم تنضج الظروف كي يكون مكتمل وشامل ومنسق بشكل كامل، وبالتالي فعلا هو يعاني من هذا النقص. الوضع لا يحتاج إلى إعلان نوايا أو دعوات، الأمر يحتاج إلى رؤية سياسية واضحة لكل المنطقة، للقضية الفلسطينية وحلها، لغزة
وأنا أتحدث عن غزة كجزء من حل سياسي شامل لكل الدولة الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني وأيضا لبنان وأراضيه التي لا زالت إسرائيل تحتلها ووقف هذه العدوانية ومعاقبة إسرائيل. لذلك هو يعني غير ناضج غير مكتمل، ولكن هو يشكل بداية. يبدو أن الكل يعني وهذه السرعة متخوف من تداعيات هذا التصعيد. إذا استمر هذا التصعيد بهذه الوتيرة، يعني خلال 4 أيام انتقلنا إلى هذا الوضع الخطر في لبنان، والآن تحشد إسرائيل احتياطها وتلوح باستهداف بيروت. حزب الله لديه القدرة على ضرب مدن إسرائيل ومنشآتها. إذا وصلنا لهذا الوضع، هذا سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة وليس فقط على هل إسرائيل تعده ولبنان. سيد عصمت مخرجا إلى إسرائيل حتى لا تغرق في وحل حزب الله بعد أن غرقت في مستنقع غزة؟ نعم، أنا أعتقد أن هذه الدول تبحث عن مخرج لا تتورط فيه إسرائيل في حرب استنزاف طويلة، في مواجهة ودخول بري وعمليا صراع وصدام واسع مع حزب الله، ربما كما قلت يمتد لجبهات أخرى، وربما حتى لو بقي في الجبهة اللبنانية لا تستطيع إسرائيل الخروج منه، وكلما يعني استمر وطال أمده كلما أصبح أكثر خطورة ومرشحا لأن يتحول إلى مواجهة أشمل. لذلك يعني واضح أن جزء من هذا الاتفاق من هذا النداء هو لإنقاذ إسرائيل وإيقافها، وأيضا ربما يعني منع توسع المواجهة. وأيضا دعنا نقول أن لبنان هو الآخر بحاجة لوقف إطلاق نار ولجم هذه العدوانية الإسرائيلية، ولكن على قاعدة حفظ حقوق لبنان وأيضا ألا تغفل غزة من هذا يعني الحراك الدبلوماسي العالمي. هنا هذه فرصة للضغط على نتنياهو لإنهاء هذا الملف. من الجانب لنقل بصيص الأمل، وهو هذا النداء أو هذا البيان ما حمله في وقف إطلاق النار بالطبع لإطلاق أو مسار الدبلوماسية في وتطبيق القرار 1701، وكذلك إعادة استئناف مفاوضات غزة، ربما هذا الجانب ما يحمل بصيص من الأمل لإحداث ولو شيء ما. هل نحن إذن أمام فعلا مسار جدي للدخول والانخراط في أمور لحلحلة الأوضاع، أم نحن نعطي غطاء ومزيدا من الوقت جديدا إلى نتنياهو ويمينيته وحكومته لمزيد من ارتكاب الجرائم كما أسلفنا في السابق طبعا في مفاوضات الصفقة؟ يعني هذه الصيغة الفضفاضة للاتفاق، هذه الصيغة الغير ملزمة والتي لا تتضمن فعلا إدانة لإسرائيل، لا تتضمن جداول زمنية واضحة، يعني غير 21 يوم لوقف إطلاق النار، لا تتضمن آليات عمليا تعيدنا إلى المفاوضات السابقة تحييها. ولكن أيضا رأينا تجربتنا في المفاوضات السابقة كيف كان نتنياهو كل جهد الوسطاء يستخف به، وكل مرة يتوصلون فيها إلى صيغة ويتوافقون فيها على قضايا وبنود، يأتي ويضع تحفظات وشروط جديدة. لذلك نعم هذا يعطي بصيص أمل، ولكن هذا البصيص الأمل غير يعني هش جدا ولا يطمئن إلا إذا كان هناك فعلا جدية. وأنا أشدد على كلمة جدية، لأنه إذا كانت الولايات المتحدة معنية بالضغط على نتنياهو وإسرائيل وأنه هذا هو مخرج وهذا مسار وهذا إطار جيد، أعتقد أنه يمكنها فعل ذلك إذا اعتمدنا فقط على حسن نوايا نتنياهو وعلى جدية نتنياهو. أنا أقول لك من الآن، نتنياهو لن يستجيب لأي جهد فيما يتعلق بغزة، ولن يذهب باتجاه صفقة إلا بشروطه التي وضعها، وهذا أعتقد يتناقض مع كل ما كان يقدمه الوسطاء وما قبلت به حماس. طيب، في زاوية أخرى في هذا البيان ربما ليست بعيدة عن ملف الشرق الأوسط، ولكن كانت هناك معلومات أن هذا البيان سوف يخرج من جانب فرنسا فقط، وحينما تم عرضه في هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والنقاش والحوار رأينا الولايات المتحدة تكون بجانب فرنسا، وهنا نحن نشهد، وربما فرنسا لخصوصية الوضع اللبناني بالطبع، نشهد نوعا ما، هل كان ذلك لا يمثل إحراجا للدور الأمريكي الذي دائما يرفع لواء ويمسك بمفاتيح
الحل وزمام الأمور في الشرق الأوسط بنظرك؟ لا، هناك تقاسم أدوار. أنا أعتقد أن يعني صحيح فرنسا مفهوم يعني تدخلها وعلاقتها التاريخية مع لبنان ومصالحها في لبنان، وهذا يعني العلاقة حتى جزء منها وجداني وتاريخي وثقافي وأيضا استعماري، كانت هي أيضا لها دور استعماري. ومع ذلك أنا أفترض أنه الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي يتناغمان معا، هناك تقاسم للأدوار. الفرنسا ليس لديها أوراق قوية وقدرة على الضغط على إسرائيل بشكل كبير، بينما الولايات المتحدة لديها هذا التأثير، وأيضا الولايات المتحدة لها تأثير وتحاول وساطة منذ سنة تقريبا. هوكستانيا يذهب ويجيء في وساطات وهو مبعوث الرئيس الأمريكي ويحاول أن يتوصل إلى صيغة. الآن الدور الفرنسي له يعني متشابك ومتداخل وله قنوات اتصال أعمق مع لبنان، هذه الأدوار تكاملت معا. وأيضا الآن الاتحاد الأوروبي انضم لهذا النداء وغيرهم من الدول، لذا يعني واضح أنه لا يوجد هنا نوع من التنافس والصراع بمعناه السابق اللي كنا نعرف نشوفه بين دول كبرى. صراع نفوذ، صراع نفوذ وصراع، كل طرف يسلم بمصالح وأدوار الطرف الآخر، ولكن الواضح أيضا أن هناك خشية حقيقية، ويبدو أن القراءة لدى كل هذه الدول أن الأمور فعلا قابلة أن تخرج عن السيطرة، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة هذا سيكون سلبي لكل الأطراف.